السلام عليكم مشاهدي الكرام مشاهدات، مرحبا بكم عندي فيديو جديد ونهار جديد وشهيوة جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم حلوة الغراف بطريقة جديدة وشكل جديد كما كتلاحظوا معايا، كيجي ولا اروع وكتجي زوينة بزاف ومقرمشة وسهلة وما فيهاش مكونات بزاف. كنتمنى منكم جربوا هذه الوصفة، هذه راه ناجحة 100% كما كتشوفوا معايا، يعني راه وجهها غيعطيكم الخضار كما كنقولوا، يعني راه من الشكل ديالها كتبان بلي راه ناجحة ولذيذة 100%. المهم هذه هي الشيوه اللي غنوجد معكم اليوم، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه وطريقه التحضير. خليكم مع الفيديو حتى النهايه ان شاء الله، فرجه ممتعه مع البقيه الفيديو. صافي كما كتشوفوا معايا ندوزو دابا لطريقة التحضير والمكونات. غادي نحتاج لواحد الإناء على الطريقة هذه كما كتشوفوا معايا، غادي نحتاج لواحد الفانيليا، غنحتاج لنص كاس ديال العنبة ديال النشا أو المايزينا، غادي نحتاج واحد ربع كاس ديال السكر، يعني سكر حبيبات، والدقيق غادي نحتاج لهاد الكمية هذه تقريبا جوج كيسان كبار ديال العنبة ونص. غادي نحتاج الماء عادي ماشي دافين، مع عادي ديال الروبيني. صافي غادي نضيف الكل في هذا الاناء هذا كما كتلاحظوا معايا، يعني طريقه سهله وما كتحتاج لينا بزاف ديال الوقت. نوجدوا لوليداتنا في كاس كروت، يعني كيجي زوين مع براد ديال اتاي ولا قهوه. وغادي نحتاج حتى لواحد القريصه ديال الملحه طبيعه الحال. صافي غادي نخلط الكل مع بعضياته، يعني الدقيق والمايزينا، وندير السكر حتى هو، وندير الفانيليا، نخلط الكل ونخلط بالماء كما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه غادي تعجبكم 100%. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء هكا باش تعم الفائده ان شاء الله وتكبر القناه، ونبدا نعطيكم يعني الجديد في الجديد، يعني قناه محبه وسرور ديما الجديد يوميا ان شاء الله. ما غاديش نبخل عليكم باي حاجه يعني كنعرفها او لا اي حاجه تعلمت ليها ضروري غادي نشاركها معكم، وغادي نبدا نجيب لكم غير الوصفات اللي كيكونوا ساهلين اللي تقدر اي اخت توجدهم في دارها، علاش لا. صافي غادي نستمر ان شاء الله حتى نحرك هاد العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كتكون بحال العجينه ديال الكيك غير هذه كتكون خفيفه عليها شويه كما كتلاحظوا معايا. غادي نستمر ان شاء الله نحرك حتى يتحرك لي الخليط مزيان ونرجع معكم. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، غادي نحتاج لواحد القرعه صغيره او ممكن نستعملوا قرعه كبيره، غادي ندير فيها واحد التقيبات بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، بشي سكين او لا شي حاجه نتقبوها بهذه الطريقه هذه بحال الغربال. هنا راه يعني فيديو واضح 100%. غادي نعمر هذه القرعه هذه، انا الزيت راه رضا كيسخن كما كتشوفوا معايا، يعني هذه راه حلوه الغرف ولكن هذه بطريقه اخرى وكتجي جميله بزاف، يعني كتجي ولا اروع وكتجي مقرمشه وزوينه كما لاحظتوا في الاول ديال يعني التصاور اللي حطيت لكم في الاول، وكما غتشوفوا حتى في الفيديو ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي تعجبكم ان شاء الله وكتستحق تجربه. صافي غادي نعمر هذه القريعه هذه بالكميه اللي غنحتاج، غادي نبدا ندير بالطريقه اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما عمرت القريعه ديالي كنتمنى يبان لكم الفيديو مزيان، غادي نبدا نخوي في المقله الطريقه هذه، ولكن كنخليو الزيت حتى كيسخن مزيان كما قلت لكم، كنخليو الزيت حتى كيسخن مزيان. وكما غادي تلاحظوا معايا الطريقه راه سهله ما كتاخذش لينا الوقت وسهله وكيجيو يعني مقرمشين وزوينين. صراحه بغيتكم تجربوهم حيت ناجحين 100% وغادي يعجبكم يعجبو حتى الوليدات ديالكم. صافي ملي غادي نحس بهاد العجينه اللي درتي يعني في المقله بدات كطيب من التحت، غادي نحاول نقلبها وغادي نطويها بالطريقه اللي غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله.
معايا يعني كنخليوه حلوه الغرف ديالنا حتى كتحمر من جوج جوي يعني كتجي مقرمشه، وكنطوي بهذه الطريقه هذه بحال الفرماجه يعني بحال الشكل ديال الفرماجه او الشكل ديال البريوه. صافي كنخليوها حتى كتحمر مزيان وكنزولوها من الزيت، يعني راه ما يخليوكمش الزيت، راه ما كيهزوش الزيت، غير كتحيدوهم من المقله صافي كينشفوا ما كيهزوش الزيت نهائيا. صافي غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال حلوة الغرف بالشكل الجديد ومنظر جديد كما كتلاحظوا معايا، اللي كتجي مشبكه بهذه الطريقه هذه وكتجي ولا اروع وكتجي جميله بزاف. يعني نعيما نشكر لكم فيها، ما غاديش يعني نفي لكم الشكر ديالها حيتاش كتستحق وكتستاهل. يعني نتوما بغيتو تذوقوها بشويه ديال العسل وشويه الجنجله راه ممكن. انا غادي ندردر عليها غير السكر كلاصي كما كتشوفوا معايا، حتى بالسكر كلاصي كتجي زوينه. نتوما كيبقى لكم اختيار كما قلت لكم، ممكن ديروا العسل ودردروا شويه الجنجلان، يعني حتى هكا غادي تعطي منظر زوين وجميل. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي وجدت معكم اليوم. غادي نقسم معكم واحد الوحده باش تشوفوا يعني كيفاش كتجي مقرمشه وكيفاش كتجي زوينه بزاف، ما معجنة ما والو من الداخل كما كتلاحظوا. صافي خليكم معايا حتى نقسم معكم وحده، حتى دابا باقيين سخان ما غاديش نقدر نقيسهم، دابا باقيين سخان من الزيت يبردوا واحد شويه ونقسم معكم وحده باش تشوفوا يعني الشكل كيفاش كيجي. صافي كما كتشوفوا معايا انا غادي نقسم معكم واحد الوحده بعد ما بردوا، يعني كيجيو مقرمشين ولا اروع هانتوما، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو طايبين ومقرملين يعني كما كتشوفوا دغيا كيذوبوا، يعني ما تخافوش عليهم زعما يكونوا قاصحين ولا شي حاجه، راهم مقرملين حيتاش علاش المايزينا اولا النشا اللي درنا هي اللي كتخليهم يعني كتعطيهم ديك التقرميله وكيجيو زوينين بزاف. وهكا كان الفيديو ديالي ديال اليوم، فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله، وانتظروا الفيديو ديال غدا. قناه محبه وسرور ديما الجديد في الجديد ان شاء الله، فرجه ممتعه مع البقيه ديال الفيديو. والسلام عليكم.